اخواتاتي السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم، صحيحتكم لاباس؟ سمحوا لي اخواتاتي، راني ما درتش الفيديو نهار الثلاث ولا أربعة مع بنيتي الحبيبه ديالي اللي هضرت لكم عليها ديك المره، عاوتاني مسكينه مرضات بنيتي وداوها للسبيطار، عرفتي مسكينه يومين وهي مبرونشيه تم. ودابا اخواتاتي سمحوا لي الا ما درت حتى حاجه، راه يومين ما درتها وما نقدرش، واخا ندير ما نقدرش نكمل. هذاك الشيء علاش انتم عارفين عندكم وليداتكم وكبدتكم واحد البوبيه عند الزينه غزاله بنيتي، ما نقدرش ندير شي حاجه، وانا راني مشطونه معاها والتليفونات، ودابا ما يخليوناش ندخلوا للسبيطار. انتم عارفين ما اللي معاها، وانا هنايا مقابله الوليدات، وعرفتي اخوتي سمحوا لي. اليوم غنديركم سمنه معمران، غادي ندير شويه د الملح، وهنا خواتاتي غادي ندير شويه د السكر سنيده بودر، هاهو هنا بسم الله غادي نخلط الماء دافي. والماء انا ما تنعطيش العبارة على قاس السميده، تتكون كاين اللي تتشرب الماء كاين اللي ما تصبوح بالماء. انا خوتي غادي نغطيها بواحد البلاستيكه ورخي عليها واحد 20 مينوت ونرجع معاكم. البنات انا رجعت معاكم، ها العجينه ديالي ترخبات، درتها فهاد الصاك وسديت عليها باش ما تدخلهاش الريح. هانتوما شي اخواتاتي، هانتوما كي ولات العجينه، شوف غادي نزيد هادي شويه اخواتاتي في الصاك هادو، غادي نرجع غادي نغطيها. دابا خواتاتي غندير معاكم الحشوه نطيبها، غادي نسلق البصله، هي ندير البصله هي الاولى. هنا البنات غندير الزيت ديالي، ندير جوج معاشق حتى لثلاثة. نخليها تقلى. دابا غادي نقطع الفلفله، هذه ديك الفلفله ديال الترك الرقيقه، هاي درتها مع البصله. وانا غندير شويه الفلفله، وهي نديرها ماشي حاره، واخا تشوفوها رقيقه ما حارش شويه وصافي. هنا خواتاتي غندير شويه ديال الملح، وانتم عارفين كيف القاعدة، غندير شوية صوص طوماط وشوية الهريسة. أطلق من البنات الحرورة وصافي ماشي. هنا عندي شوية قصبرة البنات، ها هو. هنا خواتاتي عندي شويه الفلفله حمراء مقطعه مرصوات. البنات عندي الكفته، غادي نديرها في السلافه الكبيره هادي. ها انتم البنات، هنا غادي ندير العجينه ديالي نصوبها. البنات عبروا عليها، هي ديروا دوك السكه اللي تيتسد ما تيبقاش يخرج منها الريح،
سلام بيت تولي بحال المسكر. هذه الأخيرة في البلون كرافاي غادي ندير وحدة كبيرة بحال هادي، أنا غنحطها هنا وغادي ندير صغار واحد الربعة ولا خمسة اللي غنديرو في وسط ديك الكبيرة، هانتوما من بعد غادي ندير قدامكم. غندير عاوتاني وحدة كبيرة، هاهي هانتوما خليتها هي حدا هادي حتى كبيرة كبيرة ولا واحد نديرو خمسة ستة كاع انا غادي نخلي وحده كبيره عاوتاني باش غندير ثلاثه د الوحيدات كل وحده ندير فيها خمسه سته من هذوك هانتوما درنا شويه زيت باش ما يلصقوش هانتوما البنات انا غادي نخليها ترخف وغادي نرجع معاكم انا اخواتاتي غادي ندير معاكم هاد السمنات اللي درت معاكم انتوما هي وحده في وحده غتقطع ما تخافوا كاع منها شوية ديال الفرينة دابا غادي ندير وحدة كبيرة باش ملي نقرصها وخا نقرصها ما تخرجش داكشي منها دابا غنخليها ترخف شوية الفرماج سيديرو غندير هذا الكبير هادو نخليهم يترخفوا انا دابا كلشي خواتاتي درتو قدامكم طالي على الخبيز هذا درتو مصغيور شويه ارجع معاكم خواتاتي انا كملت السلام عليكم بعدا والله رميني انا كملت ونخليكم اخواتاتي وسمحوا لي بالسلام عليكم وتصبحوا على خير بالسلام اخواتاتي بالسلام نهاركم سعيد